الحالة العادية والطبيعية 85% ديال لي كوب يعني ديال الزوجين المرأة كتحمل بدون مشكل في ظرف سنة. لاج مهم، العمر ديال السيدة ولا ديال السيد ما خصوش يكون، كل ما تعطلنا كل ما الريزيرف اوفاريان تتنقص. 20% ديال الرجال عندهم هاد الدوري الخصائي، وهاد الدواري مسؤول على 80% ديال الانفيرتيليتي سكوندير. يكون سوا مشكل الزوجة سوا الزوج سوا ما تكون حتى مشكل تسمى ليستيريليتي ايديوباتيك. الوغ انت عندي في الاول ديال 2017 ياك ما جابش الله الوليدات، رغم انكم زوجين شحال هادي وملي قلبتك لقيت كاينين شي مشاكل، عطيتك واحد العلاج ولقيت شي اخطاء في يعني في شي اخطاء انت كديرهم، حاولنا نلعبوا عليهم باش ما يبقاوش يدوك يعني التدخين قطعتي قرو. ايوا الحمد لله. ايوا دابا المره شحال دابا هي باش حامله تقريبا 5 شهور. ايوا سيدي مبارك مسعود، ان شاء الله يكون خير. شتي ملي خديتي الدواء ديالك وما بقيتيش كتكمي، والحمد لله يعني لي ميزور ديجين يعني المسائل ديال دوك الاخطاء صلحتيهم وبديتي كدير شويه ديال الرياضه كما قلتي، الحمد لله كان تحسن في الحيوانات المنويه وها هو الحمل الحمد لله جا. كان اجيت من طاعه على حساب خويا، كان مزوج مده 2 عام و5 شهور وما جاب الله الوليدات، وكنا تبعنا ليه في مدينه قلميم عند الدكاتره، المهم ما جاب الله والو والحمد لله. المهم صحونا على الدكتور من مدينه اكادير وجينا عنده وتبعنا معاه، يعني جينا في الرونديفو الاول وتبعنا، خدا الدواء رجعنا الرونديفو الثاني تبع الدواء والحمد لله صدقات المدام ديالو حامله. هاجي معايا باش ندير لك واحد هاد السيد هذا عنده 40 سنة، مزوج ما جابش الله الوليدات. من بين يعني الأشياء اللي سولناه لقيناه كيدخن، ولقيناه يعني في العمل ديالو اون كونتاكت، يعني كيخدم بعض المبيدات السامه اللي تقدر تاثر لينا على الخصيتين ديالو. بطبيعه الحال ملي درنا ليه جميع التحاليل لقينا بلي ان الحيوانات المنويه ديالو العدد ديالهم قليل والحركه ديالهم قليله بزاف. حاولنا نعطيوه واحد العلاج اللي هو عباره عن مقويات لي زونتي اوكسيدون، عطيناه واحد العلاج بالي زونتي بيوتيك لان لقينا في التحاليل الحيوانات المنويه ديالو لقيناهم في واحد لي ميكروب، يعني واحد يعني واحد لافيكسيون، وفي نفس الوقت يعني لحنا باش انه يقطع قارو وما يبقاش يعني في التماس مع دوك المواد الكيماويه اللي كيعطيونا اللي كيأثروا لينا على الخصيتين، وبالتالي كيعطيونا الحيوانات المنويه اللي هما ناقصين وماشي افيكاس. كونترول مزيان، شفتي الحاله ديالك ما كتستلزم لا عمليه لا والو، الحمد لله غير بالعلاج يعني بالنمط ديال الحياه اللي هو مزيان، واللي قطعتي قارو الحمد لله كان تحسن في الحيوانات المنويه ديالك، الحمد لله المراه ديالك حامله. وخصنا نراقبوا وضروري الزوجه ديالك تكون حتى هي متابعه بواحد الطبيب اختصاصي ديال النساء والتوليد باش الحمد لله الحمل يدوز على احسن ما يرام. ماركم سعيد يلا بسلامه مدام، وان شاء الله احنا على اتصال ياك ان شاء الله. يلا بسلامه، يلا تفضل. الاحصائيات كتقول باللي انه في الحاله العاديه والطبيعيه 85% ديال لي كوبل يعني ديال الزوجين المراه كتحمل بدون مشكل في ظرف سنه. هذا المشكل هذا ديال العقم كي يعني ان كوبل سور سات، يعني من اصل 7 ديال الزوجين واحد الزوج عنده هذا المشكل وكيمشي يستشر الطبيب ديالو. مثلا غير في فرنسا مثلا عندنا 60,000 حاله جديده ديال العقم سنويا. خصنا نعرفوا بلي ان الاسباب ديال هذا العقم 20% راجع للرجل، 40% راجع للرجل والمراه، و يعني 30% ديال الاسباب اللي عند الرجل ما معروفاش كنقولوا ليها ان فيرتيليتي ماسكولين ايديوباتيك. الزوج ديالك ما جاش معاك؟ ما جاش معايا، انا عيط لي في التليفون قال لي باش لحقاش باقيين هذوك الحيوانات المنويه باقيين مكونجين في لابوراتوار. اكزاكتومون.
وانتم عندكم جوج بنيات في الدوسي جميات شو قالك باغي الوليد باغي نديروا ليه حتى هو الخاطر ديالو باغي الوليد وباغي ان ريجيم نبداو بان ريجيم شي شويه ومن بعد هذا باش ندوزوا المرحله كما المراحل الاخرى كما دوز المرحله الاخرى شحال عندهم البنيات ديالهم بنيتات عندهم 2 ans 2 ans ولكن كاين الاولى عندها 3 ans دابا تقريبا الاولى لي سبيرم راه شت لابوراتوار تيخلى راك خلصوا هذا العام ثاني كل عام تتخلصوا لا كونجيلاسيون دونك راهم باقيين مزيانين دونك هو خايف على دوك الحيوانات المنويه ولا باش ما يبقاوش راه باقيين وان شاء الله نبداو البروتوكول ثاني بحال ديك المره نبداو واحد لو ريجيم هو لو ريجيم باش افوار ان غارسون راه ماشي 100% فهمتي 60 70% تتبعوا واحد 3 مو قبل وعاد باش نبداو لو تريتمون عاد باش نمشيو للتلقيح ديك الساعه ان شاء الله بحال ديك المره راك عارفين البروتوكول اللي دوزنا ديك المره ان شاء الله دكتور في هذه الحاله السيده دونك كان عندها السيد ديالها كان عايش على برا وكانت ما خصنيش نقول هذا الشيء سكري كانت يتزوج وتيطلق من بعد ما عمرو واش عرف راسو راه السبب راه منه وهذا هو شي ثلاثه العيالات الاربعه قبل من هذه السيده من بعد درنا ليه السبيرموغرام الحيوانات المنويه لقينا بانه عنده راه راجل تيخرج الماء تيخرج ولكن الحيوانات المنويه تيبقاو بلوكين في لي تيستيكيل الفولات ديالهم هنا من بعد جري ادريسي عند واحد ايغولوغ اختصاصي في المسالك البوليه هذا دار لي ان بيوبسي تيستيكيلار في البلوك وكون نسقته مع اللابوراتوار اللي تيدير التلقيح باش يكون واحد لا كونجيلاسيون ديال هذيك الحيوانات المنويه هما هذه 3 سنين بدينا التلقيح عند السيده عطينا ادويه وداك الشيء والحمد لله كانت النتيجه ومازالت عندهم اون في بنت في 2015 زادت عندهم اون اوتر في وهو دابا راه سي نورمال من حقهم كبر كرشو باغي دواريت باغي هذا باغي ان غارسون دابا حنا بحال غنبداو ان تي ريجيم اللي ماشي ايفيكاس 100% كما تيعرفوا الناس ولكن تيعاون الواحد يدير النيه والكمال على الله ومن بعد نبداو التلقيح كما السنوات اللي داز والسبيرموغرام ديالو لو سبيرم الحيوان المنوي راه كونجلين في لابوراتوار هذه مده 3 سنين ما تنبقاوش كل مره نهزوا ليه من دوك الفولات وهذا دونك هو تيخلص واحد شي شويه في العام واحد القدر مالي باش يبقاو كونجلين في لابوراتوار يلاه تفضلي معايا دابا انا تنديروا التلفازه لي كوندو فاجينال من التحت باش نشوفوا المبيض ديالها واش باقي كاين خز كاين دي زوفوسيت كاين بيضات والوالده ديالها واش ما كاينش شي فيبروم اللي تزاد من ديك المده ولا كاين شي شي كيس ولا شي حاجه لحقاش لا كان شي حاجه زايده خصنا نحيدوها ولا نتريتيوها قبل ما نبداو في التلقيح هنا الحمد لله الوالده ديالها راه مزيانه والمبيض ديالها باقي مزيان كاين سكي سيفيزون بور باش نديروا التلقيح مره اخرى دونك ليكوغرافي التلفازه راه مزيانه والمبيض ديالك راه باقي مزيان الوالده ديالك راه مزيان ما كاين لا كره ما كاين لا كيس دونك ممكن نبداو البروتوكول ديال التلقيح في مقارب ان شاء الله دونك هنا غادي نخرج لك واحد التحاليل واخا كانوا عند قدام ولكن خصنا تحاليل جداد نتعاوديهم ان شاء الله وفي نفس الوقت نبداو هذاك البروتوكول ديك المره شفت في الدوسي راه بدينا واحد بروتوكول لون بلا ما ندخل معاك في لي ديتاي دونك نخرج لك الادويه باش نبداوها واحد التحاليل من بعد اللي غديريهم دونك باش نستيميليو هذاك الاباده كيما ديك المره باش يكون عندنا الماكسيموم ديال البيضات واخا السبب ماشي منك من راجلك ولكن ماشي مشكل انت خص يكون عندنا الماكسيموم ديال البيضات باش نعطيو بليس دو شونس باش نعطيو بزاف لي شونس باش تكون النتيجه مزيانه من بعد والزوج ديالك راه من بعد حتى نقربوا ديك الشيء التلقيح وغيكون معاك لا خص لك دو مارياج خص هذا واخا انا عارفكم هذا ولكن حتى اللابوراتوار خصنا يكونوا دي نورم ديال هذا والحيوانات المنويه باش نعلموا اللابوراتوار قبل باش يوجد لنا هذوك الحيوانات المنويه اللي كونجلي باش فاش تجي نحيدوا نهزوا لك من البيضات باش ديك الساعه يكون التلقيح بطريقه مزيانه هذه لوردونونس واحد راه كتبت لك واحد هي ديال التحاليل ولوردونونس الثانيه هما ديال الادويه وهنا كاتب لك فاش تبداي هاد الدواء الاول فاش دوزي واحد ديجور لهذا تندير واحد التحليله اخرى وتتصلوا بيا باش نقول لكم امتى تبداو لو دوزيام ميديكامون ان فاش تبداي لو دوزيام ميديكامون 4 5 جور تنعاود نشوفك ديك الساعه في ليكوغرافي باش نبقاو متبعين في التلفازه لا طاي ديال لو مونيتيراج ديال المونيتيراج ديال الماء البيضات باش نشوفوا فين وصلوا وباش نشوفوا امتى تكون ان شاء الله العقم عند الزوجين هو مشكل الساعه مشكل دو سونتي بيبليك في تزايد
كثير نراجع لو ستريس لي برودوي كيميك وبعض المرات يكون مشكل إيراتي شي شويه واخا ماشي بزاف دونك غالب الاحيان تيكون سواء مشكل النساء الزوجه سواء الزوج سواء ما تيكون حتى مشكل تتسمى دي ستيريليتي ايديوباتيك ما كاينش مشكل دونك عند الزوجه تتكون مشكل اما بالرحم اما الذكورات فيبروم اما تيكونوا لي تروم دو فالوب هذوك القنوات فالوب ولا تيكون مشكل ديال المبيض ديال الاباضه حاليا سواء نقص في الهرمونات سواء مثلا تكيس في المبيض ولا في لي تروم دو فالوب تيكون مشكل ديال لي تروم تيكونوا مسدودين سواء خلقيه سواء سكوندير ا ديزانفيكسيون تتكون شي ميكروب ولا لا تيبركيلوز ولا ميكروب تيكون في الحياه ديال السيده وهناك الوالده الرحم بعض المرات كاين دي مالفورماسيون كاين دي زيتيريس بيكون تيكون جوج الوالدات والده صغيره والده كبيره تتكون الوالده مقسومه على جوج افيك ان كروازون هادو سي دي مالفورماسيون تيكونوا خلقيه فوالا لي زوردونونس ديالك ميرسي دكتور سي جونتي هذا فيك سلامه دكتور لاخوشين ان شاء الله 10% ديال المراهقين عندهم هاد الدواليد الخصيتين 20% ديال الرجال عندهم هاد الدواليد الخصيتين وهاد الدوالي مسؤول على 80% ديال لي زانفيرتيليتي سكوندير بحال هاد السيد هذا اللي عنده ديجا وليدات وبغى يزيد ما جابش الله يعني 80% ديال الناس اللي عندهم لانفيرتيليتي سكوندير كيهم بالخصوص الخصيه اليسرى يعني 90% الخصيه اليسرى و10% كيهمهم بجوج يعني الخصيه اليمنى والخصيه اليسرى ملي كنديروا العلاج ديال هاد الدواليد الخصيتين خصنا نعرفوا بلي ان 70% ديال الناس اللي درنا لهم العمليه كيكون عندهم تحسن ملحوظ في يعني في الحيوانات المنويه ديالهم وبعض الخطرات نقدروا نوصلوا للحمل حتى ل 50% ديال 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 الحالات الاعراض ديال هاد المرض بحال هاد السيد هذا كيحس بواحد الانتفاخ في الفوله ديالو يعني في الخصيه ديالو اليسرى واحد لابوزونتور يعني واحد ثقل واحد شويه يعني عنده واحد الانزعاج زياده على ذلك ملي درنا ليه التحاليل ديال الحيوانات المنويه لقينا عنده واحد الخلل يعني الحركه ديالهم قليله والعدد ديالهم غير كافي خصنا نعرفوا بلي ان 6% ديال الحالات ديال العقم راجع لاسباب يعني بعض المشاكل ديال الصحه الجنسيه اللي هي الضعف الجنسي ومشاكل القذف في 4% ديال الحالات كاينين بعض الامراض مثلا المزمنه وبعض الادويه ولا بعض العلاجات طويله الامد يا اما الشيميوثيرابي ولا يعني لا راديوثيرابي خصنا نعرفوا بلي انه كاين اسباب اخرى مثلا السن ديال الاب اللي هو كبير مثلا الكحول التدخين المخدرات وبعض التشوهات الجينيه ولا الكروموزومات مثلا هذا المشكل ديال لاستيريتي هو خص يكون واحد تجاوب ولا يكون تعاون بين طبيب مثلا النساء طبيب ليغولوج ديال المسالك البوليه ومع طبيب البيولوجيست اللي هو تيلعب دور كبير هنا اللي تنصح النساء هو ما خصهمش يضيعوا بزاف د الوقت وما ييأسوش كل شيء عنده حلول سي فري كاين شي حاجه فوقنا شي حاجه ديال الله شي حاجه وراثيه كما هضرت عليها مثلا كاينش المبيض عند السيده انسيفيزونس اوفاريان بريميتيف سيتادير من الاول ما عندهاش ولا الراجل تيكون مثلا هذوك الحيوانات المنويه ميتين عنده بامراض ولا بلا شيميوثيرابي هاد الحالات ما عندنا ما نديرو تنصحوهم يربيو ولا هذا لا في الحياه ما تتوقفش في هذا الشكل اما لا بليبار دي كا غالب الاحيان تتكون كاين الحل غير هو لاج مهم العمر ديال السيده ولا ديال السيد ما خصوش يكون كل ما تعطلنا كل ما الكابيتال ديال فوليكيلات سيتادير هذاك الريزيرف اوفاريان تتنقص هنايا النتيجه ما تتكونش بحال فاش تكون السيده باقا عندها المبيض مزيان ولا السيد هو الحيوانات المنويه حتى هما تيكونوا مزيانين لحقاش كاين لو ديابيت كاين امراض لو ديابيت لو طابا الكول كلهم هادو حتى هما اسباب تيقتلوا لنا هذوك الحيوانات المنويه مثلا عن الراجل دونك كاين شي وحم كاين شي تقيه كاين شويه كاينين هاد الاعراض ولكن ماشي كثيره ماشي شويه باقي مع الحمد لله مزيان دونك امتى دوزنا لو ترونسفير امتى كان التلقيح؟ دوزنا لو 11 لو 11 جونفي دوزنا التلقيح داكور واخا درنا التحاليل قبل من التلقيح غنعاودو تحاليل الحماله دابا باسكو كاين لا غروسيس كاين توكسوبلازموز لا ريبيور هذا تنشرح له ومن بعد بديتي الفيتامين تاخذي لو فير دابا كناخذ الاسيد فوليك وهذا تاخذي كلشي دي تريتمون ديالي مزيان دونك فوالا دونك دابا صافي 11 سيمين دامينوري دونك 9 سيمانات الحماله ملي درنا
سميتو لو ترانسفير. الحاله ديالي هذه شي 5 سنين دابا ما جابش الله الوليدات، التجأت بزاف ديال الطرق، كل مره كيقولوا لي سيري عند هذا سيري عند هذا، جربت الطب البديل اللي هو الاعشاب، جربت العراقه، جربت اي واحد تيقول لي شي حاجه كنمشي ليها. دونك نصحوني الناس بالطبيب، قلت لا جاب الله التيسير وهذا نمشي، بدلت بزاف الطب، ماشي هذا اول طبيب غنشوف، ديجا دي ميديسان بزاف، ونصحوني الناس وكنشوف في اليوتيوب وهذاك الشيء، وسمعت بهذه القضيه ديال التلقيح، قالوا لي الناس جربي الله الله وعسى يجيب الله التيسير، وجيت عند هذا الطبيب والحمد لله دابا انا جيت عنده كونترول، دابا هذه راه دي سيمين تقريبا ديال التلقيح، جيت عند كونترول وكنتسناو النتيجه ان شاء الله تكون مزيانه. يلا تفضلي دابا نمشيو نديرو ليكوغرافي ان شاء الله. هادو الدقه ديال البيبي اللي مزيانين لي باتمون دي كور تيكونوا رابيد عند البيبي في الاول صح، هذا لو ريتم تقريبا ديال 140-160 باتمون بار مينيت كي نورمال، ولا غروسيس تقريبا ديال 11 سيمين. دونك فوالا لا غروسيس راه مزيانه غادا، وسا كوريسبون لهذيك لا دات فين درنا لو ترانسفير، سيتادير 9 سيمانات كيما قلتي نيت، وحنا تنزيدو واحد جوج سيمانات من لا دات دي دانييغ، دونك تنوليو نقولو 11 سيمانه، سي فري غير 9 سيمانات دو غروسيس، ولكن تنبقاو نهضرو دائما اون امينوري، دونك بحال قلتي 11 سيمانه. هنا اون كوبون 3 دي 4 دي، ولكن مازال شويه لو بيبي باقي صغير شويه باش يبان لنا بزاف، دونك سي اون كولور كيما تيقولو. دونك ها ليكوغرافي ديالك، دونك هنايا لو بيلون التحاليل ديال الحماله غديرهم ديال لا غروسيس، وهادو لي فيتامين اللي هضرنا عليهم خاصك تاخذيهم مره في النهار، ونعاود نشوفك من هنا للشهر. كانت شي حاجه اتصلي بيا قبل، حاولي ما ديريش بزاف ديال المجهود، الحمام سخون بزاف ولا هذا، ولا تمشي تاخذي المسخن وداك الشيء، راه ما مزيانش بزاف على لا غروسيس. شكرا دكتور، شكرا لك. كما كتمشي المراه يعني الزوجه تستشر اخصائي النساء والتوليد، لازم على الراجل يمشي يستشر اخصائي المسالك البوليه الجهاز البولي والتناسلي باش نعرفوا اشنو هما الاسباب. واللي بغيت نقول هو انه كيكون واحد التنسيق بين اخصائي المسالك البوليه واخصائي يعني النساء والتوليد. حنا ملي كنستمعوا للراجل ولا بالاخ من الافضل نستمعوا للزوجين بجوج، خصنا نعرفوا مجموعه من الاشياء. اولا كنعرفوا سن الاب، كنعرفوا مثلا طبيعه العمل ديالو، ياك ماشي خدام مثلا في شي بلاصه اللي عندها الحراره مرتفعه، مثلا الفران، مثلا الحمام، مثلا ياك ما خدام في الفلاحه وهو يعني في تماس مع المبيدات الحشرات ولا مبيدات نباتيه اللي كتاثر لنا على الخصيتين، خصنا نشوفوا ياك ما كيدخن، ياك ما عندوش مشكل، ياك ما عندوش مرض السكري ولا ارتفاع الضغط الدموي، ياك ما عندوش جراحه يعني فايت ليه دار الجراحه ديال الخصيتين ولا جراحه ديال الفتق ولا كيتناول بعض الادويه. السلام عليكم. لاباس؟ لاباس. اعطيني كاع الدوسي ديالك سي العمري، عافاك. تيقول له هو هذا فيه البيلون ديالو، فيه دونك لا كونسلتاسيون دانيستيزي، مزيان. لي زاناليز ديالو هما هادو، سي بون. ليكوغرافي هي هادي. دونك ليكوغرافي ديالو. دونك واه يكوصل فين كاين هاد السيد هذا؟ كيمشي متوضا. داكوغ غنمشيو نشوفو؟ هي اشنو هي الوسائل ديال العلاج ديال هاد العقم؟ مثلا ملي كنديرو تحليلات الحيوانات المنوية كنلقاو بأن عندنا ميكروبات في الحيوانات المنوية، هنا خصنا نعطيو دي زونتيبيوتيك مثلا مضادات حيوية، مثلا كنعطيو بعض يعني الأدوية اللي هي مقوية لي زونتي أوكسيدون، في بعض الحالات كنعطيو العلاج كنعطيو الهرمونات ملي كيكون عندنا نقص في الهرمونات هو المسؤول على نقص في الخصوبة، في بعض الحالات كتكون عندنا تقنية المساعدة على الإخصاب. أشنو هي؟ يعني كناخذوا يا إما بشكل طبيعي الحيوانات المنوية عند الرجل ولا بالجراحة يعني بإزالة العينة، وكنديروا تلقيح مباشرة في الجهاز التناسلي ديال المرأة، ولا كنديروا تلقيح صناعي المجهري، ولكن هذا الشيء كيدار في ان سونتر يعني في مراكز اللي هي مختصة لي سونتر دو بي ام، وعنده واحد البروتوكول اللي هي بيان ديفيني، وفي حالة الدوالي بطبيعة الحال كنعالجوا هاد الدواء للخصيتين اللي كيحسن لينا يعني ليفيكاسيتي ولا موبيليتي يعني الحركه ديال هذه الحيوانات المنويه. السلام عليكم. السلام عليكم. سي عبد الله كي داير لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس. بصحه لاباس؟ فيك الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. ياك ما مخلوع؟ لا 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 هو. ايوا الحمد لله. راه كلشي غادي يدوز مزيان ها؟ الحمد لله الدكتور. كما قلت لك غادي نديروا ديك العمليه الصغيره ان شاء الله.
دوك العروقات الصغورين حيت كما شرحت لك كاينين جوج العمليات، يا اما بالمنظار يا اما الفتحه الصغيره. الفتحه الصغيره فيها غير داك البنج الموضعي ديال تحت باش تخرج اليوم مازال ان شاء الله في العشيه. شحال هادو انت كتقلب على واحد ان اوتخون فون؟ تقريبا عامين. دونك ان شاء الله غادي نديروا هذه العمليه، لان من بين اسباب العقم يعني لافيرتيليتي سكوندير او العقم الثنائي اللي عندك هو هاد الدوالي ديال الخصيتين اللي كيخليو الخصيه ديالك ما كتنتج واحد الحيوانات المنويه اللي هما مزيانين وافيكاس باش يكون عندنا يعني الحمل عند الزوجه ديالك. صافي بارك فيك. ان شاء الله غادي نهبط لقاعه العمليات وغادي نديروا لك البناج، غادي تكلف بك هذيك البنج الموضعي ديال التحت هنايا، وان شاء الله في العشيه يعني في ديبي دابخي ميدي مع ديك ثلاثه تقدر تخرج ان شاء الله. صافي بارك الله فيك. بالنسبه للعلاج ديال الدوالي ديال الخصيتين اللي كيدار يعني بزاف هو اللي كنقولوا ليه القسطره او لومبوليزاسيون فايكوسيل. اشنو هي لومبوليزاسيون؟ هو اننا كندير واحد التقبه في اعلى الفخذ وكنمشيو كنطلعوا لذاك العرق اللي جاي من الكلوه اليسريه وكنديروا واحد لاكول بيولوجيك باش الدم ما بقاش يهبط لينا لهاد العروقه هذه. هاد التقنيه يعني مالوغوزمون ما كدارش في المغرب. اللي كنديروا هو العلاج بالجراحه واللي فيه جوج الانواع، يا اما بالمنظار يعني كندير واحد ثلاثه دقابيه هنايا وكنمشيو كنسدوا واحد العرق اللي هابط الفوله ديال الانسان يعني الخصيه ديالو، ولا كندير واحد الفتحه صغيره اللي فيها واحد 3 سنتيمترات جوج حتى 3 اللي كنسدوا دوك العروقه يعني والانسان يخرج نهار يعني نهار العمليه. امتى كنديروا هاد العلاج هذا ديال هاد الدوالي؟ كنديروه في حالات العقم بحال هاد السيد مثلا اللي بغى يزيد الوليدات اللي ما عندوش، ولا في حالات ما اذا كان انسان عنده واحد الانزعاج ولا عنده واحد الثقل ولا عنده واحد الانتفاخ اللي هو كبير في الخصيه ديالو اليسرى. واخا سمح لي عافاك نشوف. صافي غادي توجدوه دابا باش يهبط ان شاء الله البلوك ان شاء الله باش نديرو ليه نتكلفو به. صافي يلا تبارك الله عليك نتكلفو بك دابا ان شاء الله. يلا بسلام. غادي ندير واحد الفتحه صغيره في يعني اسفل البطن اللي فيها واحد تقريبا واحد جوج سنتيمتر حتى ثلاثه هنايا في هذه البلاصه. هذه البلاصه هكا وغادي نخرجوا داك لو كوردون اللي فيه العروقه وغادي نحاولوا ليغاتيغو يعني نسدو دوك العروقه اللي كيخليو الدم كيتعرم فوق الخصيه اليسرى واللي كيعطيها في الارتفاع ديال درجه الحراره ديالها. هادو هما دوك العروقه ديال اللي كتنتفخ في الكوردون يعني المنتفخه فوق الخصيه اليسرى، يعني عزلناهم ودابا غادي نسدوهم والعمليه سالات. دونك كاين الكبير هنايا وكاين ان اوتر ايسي. يلا سي بون صافي. دونك ماسا لو بروشان ان شاء الله ياك. يلا سلام. كاين التلقيح الصغير كما تيسمعوا الناس وكاين التلقيح الكبير. التلقيح الصغير سي لانسيميناسيون توكور، هو انها تنعطيو ان تي تريتمون للسيده وفي لا بيريود الاباده تندوزو الحيوانات المنويه تمشي للابوراتوار تيعطي دوك الحيوانات المنويه لو بيولوجيست تيختار لنا هذوك اللي مزيانين وتيجيبوهم لنا سواء تنديرهم في لابوراتوار عند لابوراتوار ولا ان بلوك ولا تيجيبوهم لنا للعياده في دون ان تي فريغو باش يبقاو في لا تمبيراتور امبيونت وفاش نجيو تندوزوهم للسيده في العياده ولا في البلوك. هذا التلقيح الصغير هو بحال سي بور كور سيركويتي فاش يكون المشكل بين هذوك الحيوانات المنويه مثلا تيموتوا بديك لاسيديتي فاجينال ما تيطلعوش لنا حتى الرحم ديال السيده. هنا بور كور سيركويتي هذاك هذا المشكل تندوزوهم نيشان الرحم فوق الاباده. اما التلقيح الكبير هو لا فيكونداسيون ان فيترو، التلقيح بالانابيب. هنا تيكون في هذه الحالات اللي هضرنا عليهم تنعطيو دي ستيميلاسيون تنعطيو ان تريتمون للسيده هاد سولون لي بروتوكول. كل سيده كل كا مختلف على الكا، سي الطبيب الاخصائي هو اللي تيعرف كل حاله اش من تريتمون غدير وباش الهدف هو يكون عندنا لو ماكسيموم ديال البيضات باش نعطيو بليس دو شونس باش فاش لو ميدسان بيولوجيست لابوراتوار باش يدير لنا هاد التلقيح باش يعطينا بليس دو شونس باش تكون عندنا نتيجه. اما التلقيح كما تنقولوا فيكونداسيون ان فيترو غير عاديه، اما ليكسي هو ان الحيوانات المنويه يدخلهم في اللوفوسيت باش تكون نتيجه احسن.
خصنا نعرفوا بان 50% ديال الرجال اليوم اللي عندهم اكثر من 50 سنه كيعانيوا من هذا المرض، والنص ديال هاد الناس اللي كيعانيوا من هذا المرض النص ديالهم فيهم مرض السكري، يعني ايسون دي ديابيتيك. وخصنا نعرفوا بانه في اقل من 20% ديال هاد الناس هما اللي كيمشيو يستشيروا الطبيب ديالهم. اذا الا ما كانت الاستشاره الطبيه ديال هذا المشكل هذا ما كيكونش العلاج. خصنا نعرفوا بان الدراسات الحديثه كتبين بان 80% حتى 100% ديال الناس اللي عندهم مشكل في امراض القلب يقدر يكون عندهم مشكل ديال هذا الضعف. واخا سمحني عافاك نشوف ان شاء الله غادي ندير لي سوان في الدار، غادي نشوف واحد الخيط اللي ما كيبانش الفتحه ما غاديش تبان ان شاء الله. صافي نلحوا على يعني لي ميزور دي جين دو في اللي هي مثلا خص الاقلاع عن التدخين، مثلا الكحول حتى هما يحبسهم، المخدرات وكذلك فقدان الوزن، الرياضه، يدير ريجيم اذا كانت عنده السمنه ولا يرتفع نسبه الكوليسترول في الدم، علاج الامراض اللي عنده ديال الكلى ديال البروستات ديال الكبد، ولا استشارات في بعض الحالات الاخصائي النفسي ان سيكسوثيرابوت ولا ان سيكولوج. ديالنا هو اسيوريو لانستيزي ديال لونفون من الاول حتى الاخر، ونتابعوه بوندون لانترفونسيون. نساعد المكانه من بعد الريفي ديالو مزيان، نحس به بانه فايق مزيان، الحاله ديالو مزيانه مستقره، من بعد نطلع عند العائله ديالو. بغيت نطهر ولدي وعيطت لي واحد شويه ديال الوداع الخير. اليوم جيت اليوم عيطوا لي البارح وعملت لهم التحاليل، اليوم جيت نختنو. دور ديال المساحات هي عندها واحد الدور مهم بزاف، هي تشارك في دي سوسيال من الجمعيه، وكان وثاني تنعاودوا الناس ديال الجمعيه كنشكرهم بزاف، لكن عندهم واحد الدور مهم بزاف اللي يكونوا في البوادي وتستصلوا بين الناس اللي تيجيو ديك الاطفال من تما. بارك الله مبروك مسعوده، الله يطول في العمر، الله يكثر خيركم، الله يوفينا على خيركم، الله يكون معاكم، الله تعالى تبارك يطولكم في العمر، الله يجازيكم بخير. فهاد المبادرة جات على إثر مناسبة المولد النبوي الشريف، اقتئينا أن نديروها في مدينة طنجة باش نديرو العادات الشمالية اللي كتكون في عملية الإعذار. دونك الوليد منين كيقروا العائلة ديالو يقروا الختان ديالو حتى المرحلة الأخيرة، يعني الختان ولا غدة الحنة ولا هاد المبادرة يعني اللي قايمة بها الأخت لبنى جمعية لواء الخير، وانا فرحانه بزاف الاطفال واخا بقاو فيا الصراحه، ولكن داك الشيء زوين وجيت باش نحضر لان هادوك غير صبيان صغار، الله يسخر والله يكمل، وكنتمنى ان شاء الله يكونوا بحال هاد المبادرات مزيانين.